خلينا نروح مع حضراتكم ونتابع أخبار محافظات مصر اللي شهدت مجموعة من الأخبار الخدمية المهمة، أبرزها معبد أبو سمبل استقبل 4000 سائح أجنبي بأسوان، ومحافظة الإسكندرية أعلنت الانتهاء من قطع طريق الكورنيش. كمان معنا فحص حوالي 1436 مواطن ضمن قوافل بداية جديدة الطبية بمحافظة دمياط، والإعلان عن 200 فرصة عمل لذوي الهمم بالمنشآت السياحية والخاصة بمرسى علم. أخبار تانية هنستعرضها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة، أبرزها أن محافظة أسوان أعلنت عن استقبال معبد أبو سمبل لنحو 4000 سائح من مختلف الجنسيات الدولية أمس الجمعة في زيارة للاستمتاع بالمعالم الأثرية والحضارة المصرية القديمة، حيث تنتعش حركة السياحة في معبد أبو سمبل بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، وبالتزامن أيضاً مع فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد. محافظة الإسكندرية أعلنت الانتهاء من القطع الجزئي للحارة القبلية بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي جابر، واللي جاء نتيجة أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، وتم الانتهاء من الأعمال بالكامل في وقت قياسي خلال يوم واحد هو يوم الجمعة. قامت مديرية الصحة بدمياط بتنفيذ قافلة طبية شاملة ضمن برنامج المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتضمنت قوافل مديرية الصحة بدمياط وجود عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار. تضمنت القافلة 9 عيادات من إجمالي 7 تخصصات طبية متنوعة، وتم فحص 1436 مواطن وتوقيع الكشف بالمجان. أعلن مجلس مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر عن توافر 200 فرصة عمل لذوي الهمم داخل المنشآت السياحية والخاصة بالمدينة، وكشف مجلس المدينة أن الحد الأدنى للأجور بتلك الفرص 6000 جنيه شاملة تأمين صحي واجتماعي وتوفير السكن والإقامة والغذاء. أكدت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز إهناسيا مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات هي البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان والعظام، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1653 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ 12 قافلة بيطرية بعدد من قرى محافظة كفر الشيخ في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقدمت القوافل 12 كافة الخدمات البيطرية بالقرى، وتم العلاج والكشف على 4000 حالة من الماشية. انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية من تركيب 50 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مركز بلبيس ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وده بهدف توفير حياة كريمة ليهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية. قدمت مديرية الصحة بالمنوفية متمثلة في إدارة تنظيم الأسرة خدمتها اللي استفادت منها 133622 مستفيدة منذ بداية المبادرة في 17 من شهر سبتمبر مع مبادرة بداية، كما شهدت الزيارات المنزلية 111225 زيارة، وهو ما يعكس التزام البرنامج بتوفير الرعاية والتوعية والدعم لتعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة الأسرية، مما ينعكس على الجهود المبذولة في تقديم خدمات صحية شاملة للمجتمع. أكدت محافظة أسيوط تنفيذ أعمال تطوير حديقة ناصر وسور كورنيش النيل بمدينة أبو تيج مع تقديم جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى العام للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.